إلى قصة حب، قصة فتاة أيضا أرسلت لي قصتها، تقول والله أنا محافظة ومن إسرة محافظة بل متدين أصلا. تقول بدأت قصتي بالإنترنت، وأنا فتحت الباب في موقعي في الإنترنت طريق الإيمان للمشاركات، اللي بيشاركني في موضوع قصة حب يرسل لي قصة، قصته أو قصة صاحبة أو سمعها. 90% من القصص يا أخوة كلها بدايتها الإنترنت اليوم، بداية القصص وأول حبل من حبائل الشيطان إنترنت. تقول بدأت بالإنترنت ودخلت مواقع المنتديات والشات ماسنجر وغيرها. تقول بدأت بالدعوة إلى الله، صدق إي والله بدأت بالدعوة. تقول حتى بدأت وقد تعرفت على شاب أدعوه إلى الله. الفتاة تدعو الشاب إلى الله، لكن ما علمت أن الشيطان دخل بينهما، قطع عليها طريق الدعوة، وصارت الدعوة إلى الله دعوة إلى شيء ثاني. تقول استحسنت الدعوة إلى الله مع هذا الشاب، كان مؤدبا خلوقا ملتزما، مثل ما تحدثني واحدة قبل يومين تقول لي بعد أن خانت زوجها، قلت لها شلون كنت تكلمينهم؟ تقول والله يا شيخ كانت علاقتنا عفيفة. تخلين زوجك عفيفة؟ قالت والله عفيفة يا شيخ، إذا أذن المؤذن أقول له صلوا تعال اتصل، أقسم بالله تقول لي هذا الكلام، ما شاء الله علاقة عفيفة. الآن علاقتهم الزوجية تدمرت خلاص، شيطان. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تقول بدأت أدعو مرة مرتين، تبدأ الآن ملاطفة يسألها وتجاوبه. طبعا بعض الشباب ذكي، إذا شاف طينتها تحب الخير مشى وياها، تحب الأغاني مشى وياها، تحب الجنس مشى وياها، يدور شنو مايتها. ويا مسكينة، تظن الشاب صحيح يفكر فيها، يفكر في الإصلاح. تقول بدأ يسألني وأجاوبه، يسألني وأجاوبه، مرت الأيام ومرت الشهور. تقول حتى بدأت أرسل له صورتي، يبي يشوفها. ما يصير، أنا لازم أشوفك عشان أتزوج، ويجوز أشوفها ولا ما يجوز؟ يجوز. هل رأيتها؟ قال حتى لا ينكحها حتى يراها، وحافظ أدلة الرجل، ويأتي من صحيح الجامع، ورقم الحديث كذا، يجب أن أراك قبل الزواج. شلون؟ دزي الصورة. لا الصورة هذه مو عجبتني، في صورة ثانية. طيب بدون حجاب يجوز في أقوال فقهية، مو بس بدون حجاب. الرجل صار فقيه، بدأ هو يعلمها الحين وهي ما تدري. تدرون ليش؟ أحيانا تصل الفتاة إلى خط، إلى طريق ما تستطيع تتراجع، لازم تكمل، لأن تبيها يتزوجها الآن. إذا ما تزوجها مصيبة، أعطته كل أسرارها، عنده الآن تسجيلات، عنده محادثات، عنده صور، عنده تاريخ الفتاة كلها، مصيبة. إذا ما تزوجها قد تنتحر، قد تموت، مثل ما تقول لبعض الفتيات الآن، تعطي أي شيء بس يقبل. طيب بعد الصور يبي اللقاء، بعد اللقاء خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. شوف بعد ايش يصير، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ترسل لي هذه الرسالة وتقول وقعت بكل منكر. سؤالها الآن تريد أن تتوب، تقول هل سيقبلني الله عز وجل؟ الله راح يقبلني ولا ما يقبلني؟ الله عز وجل يقبل توبتي أو لا يقبل توبتي؟